إحياء للذكرى العشرين لاعتقال الأسير المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نظمت الحركة مهرجانا حاشدا بحضور أعضاء من اللجنتين المركزية لفتح والتنفيذية لمنظمة التحرير وقادة فصائل العمل الوطني، وحشد غفير من الشخصيات الوطنية والاعتبارية. مارسوا عليه الإرهاب والسجن والترحيل، وسبع سنوات قبل أن يدخل فيما نحتفل به 21 سنة، ولكنهم لم يوقفوا عزيمته وإرادته الشجاعة. منذ البدايات تقدم الصفوف مروان وكان مثالاً يحتذى للمناضل الوطني البارز الذي آمن بأن مقاومة وكفاح شعبنا الفلسطيني هو الذي سيوصل شعبنا إلى الحرية والاستقلال. المهرجان تضمن كلمات استحضرت سيرة القائد الفتحاوي البرغوثي، وفي كلمة لعقيلته فدوى التي ألقتها نيابة عن زوجها الأسير التي خطها من زنزانته، أبرقت خلالها التحية للسيد الرئيس محمود عباس رفيق درب الأسير البرغوثي، وإلى زملائه في اللجنة المركزية وكافة الأطر والكوادر التنظيمية. أتوجه بالشكر والتحية للأخ الرئيس أبو مازن على توجيهاته للإخوة في اللجنة المركزية بإقامة هذه الفعالية، كما أتوجه بالشكر للإخوة في التعبئة والتنظيم والأقاليم والأطر الحركية على هذا الجهد. أتوجه إليكم وإلى شعبنا العظيم الصامد المرابط المقاوم بالتحية والتقدير، وأتوجه بتحية الإجلال والإكبار لشهداء شعبنا الأكرم منا جميعا، وإلى الأسرى رفاق القيد والزنزانة. نلتقي اليوم في حضرة أخانا القائد الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي أبو القسام، الذي طوى في منتصف نيسان الماضي 20 عاما من الصبر والصمود والتحدي في سجون الاحتلال. المشاركون في هذا المهرجان أكدوا على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المتربصة بمشروعنا الوطني على ضوء ممارسات الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا. مروان البرغوثي كنموذج من نماذج الفداء والبطولة منذ أن كان شابا يافعا قبل أن يصل إلى مرحلة الشبيبة، تمكن من أن يحول كل مساحة وكل فضاء تواجد فيه إلى ميدان معركة وفضاء للاشتباك مع الاحتلال. وبهذا اليوم يطوي الأسير القائد مروان البرغوثي 20 عاما من الاعتقال المتواصل، ليبدأ اليوم عاما جديدا في عد حلقات السنين التي تدور حول ذاتها في داخل زنزانة تحولت إلى قلعة علمية وثورية، ففيها نال شهادة الدكتوراه وألف عددا من الكتب والمؤلفات. إقامة حركة فتح هذا المهرجان الحاشد إحياء للذكرى العشرين لاعتقال الأسير المناضل مروان البرغوثي تأتي للشد من أزره في غياهب السجون، وللتأكيد على التفاف أبناء شعبنا خلف قضية الأسرى بأن فجر الحرية آت لا محالة. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين، البير.